أهلا بكم في هذه التغطية العاجلة من تلفزيون اليوم السابع. منذ قليل أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور. وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الرئيس التونسي أعلن إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. وفي كلمته قال سعيد إن البلاد بتشهد ظروف قاسية وأن هناك أعمال حرق ونهب وهناك من يدفع الأموال للاقتتال الداخلي وهو ما دفعه لاتخاذ هذه القرارات كتدبير لهذا الوضع لإنقاذ تونس والمجتمع التونسي. وده طبعا على خلفية الأحداث اللي حصلت النهاردة في تونس حيث شهدت عدد من المدن التونسية مظاهر طبعا للمظاهرات وهذه المظاهرات المناهضة لحكومة هشام المشيشي ولحركة النهضة التي تدعمها، وهي مظاهرات تعتبر من الأضخم على الإطلاق. خلال السنوات الأخيرة مئات المتظاهرين توافدوا إلى محيط البرلمان التونسي مطالبين بحله للاحتجاج على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مطالبين بإسقاط منظومة الحكم ومحاسبة الحكومة والغنوشي. وسائل إعلام محلية قالت إن المتظاهرين هاجموا مقرات حركة النهضة في عدد من المدن، وتجاوزت المظاهرات الغاضبة العاصمة التونسية إلى عدة مدن ومحافظات، وشهدت حشدا شعبيا كبيرا بعد أن بدأت في ميدان باردو حيث مقر البرلمان التونسي في العاصمة، ثم امتدت الاحتجاجات إلى خارج العاصمة. وانطلقت الاحتجاجات في كل من محافظة سوسة الساحلية وصفاقس في جنوب البلاد، وأيضا في منطقة الكاف شمال غرب البلاد، وحملت كلها نفس الشعارات اللي بتتهم إخوان تونس في الذكرى 64 لعيد الجمهورية باحتلال البلاد. وهتف المحتجون يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح، والشوارع والصدام حتى يسقط النظام. واتهم المتظاهرون سياسة حركة النهضة بسرقة أحلام الشباب الذي وصلت نسبة البطالة فيه 20% وفق آخر إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء. المحتجين طلبوا بتشكيل حكومة جديدة إلى جانب إسقاط الطبقة الحاكمة، فيما اقتحم متظاهرون مقرات حركة النهضة الإخوانية في مدن توزر والقيروان وسوسة، لما تجمع المتظاهرون أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية، وأسقطوا اللافتة الخاصة بالحزب وسط هتافات ودعوات تنادي برحيل الإخوان وزعيمهم في تونس راشد الغنوشي. طبعا عايزين يعني نطلع حضراتكم على الفيديو وكلمة رئيس تونس منذ قليل الرئيس قيس سعيد وهذا القرار. خلينا نشوف القرار ونرجع مرة تانية لحضراتكم. وشاءت الأقدار وشاء التاريخ في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى إعلان الجمهورية، شاء أن نتخذ جملة من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس. تلاحظون دون شك أن عديد المرافق العمومية تتهاوى، وهناك عمليات حرق ونهب، وهناك من يستعد الآن لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي. أن المسؤولية التي نتحملها وتتحملونها معي تقتضي منا عملا بأحكام الدستور اتخاذ تدابير يقتضيها هذا الوضع لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي. نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات، ولا مجال لأن نترك لأحد
أن يعبث بالدولة وبمقدراتها، وأن يعبث بالأرواح والأموال، وأن يتصرف في الدولة التونسية كأنها ملكه الخاص. بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور مع رئيس الحكومة ومع رئيس المجلس. رجعنا لحضراتكم زي ما سمعنا كلمة الرئيس قيس سعيد رئيس تونس وكلمته بخصوص هذا القرار، وكنا نتحدث عن المحتجين الذين طلبوا بتشكيل حكومة جديدة إلى جانب إسقاط الطبقة الحاكمة، فيما اقتحم متظاهرون مقرات حركة النهضة الإخوانية في مدن توزر والقيروان وسوسة. لما تجمع المتظاهرون أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية وأسقطوا اللافتة الخاصة بالحزب وسط هتافات ودعوات تنادي برحيل الإخوان وزعيمهم في تونس راشد الغنوشي عن الحكم، وأيضا تجمهر المتظاهرون أمام مقر حركة النهضة في تونس وقاموا بمحاصرته للتعبير عن غضبهم من سياسة الحركة وأدائها في إدارة شؤون البلاد، ورفعوا شعارات تطالب بخروجها من الحكم من بينها ارحلوا سائمنا منكم، وأخرى مناهضة لزعيمها راشد الغنوشي. حاول عدد من المحتجين طبعا اقتحام مقر حركة النهضة في القيروان مرددين شعارات ضد حركة النهضة ورئيسها قبل أن يتم منعهم من قبل الوحدات الأمنية. طبعا عايزين نفكر حضراتكم أن هذه الاحتجاجات بتحصل وسط أزمة صحية غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا واتهام جزء كبير من التونسيين للحكومة بالفشل في إدارة هذه الأزمة، كما أعلنت الوزارة تسجيل 5624 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما زاد المخاوف إزاء قدرة البلاد على مكافحة الوباء، وهي زيادة يومية قياسية في الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد. وكمان وزارة الصحة قالت إن البلاد سجلت خلال 24 ساعة الماضية 317 وفاة لأسباب لها علاقة بكوفيد 19. إذن هذا الخبر العاجل منذ قليل، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت عدد من المدن التونسية من فترة قصيرة. أشكركم على طيب المتابعة، وبالتأكيد نتابع مع حضراتكم كل التطورات والمستجدات الخاصة بطبعا تونس وملف الإخوان والمظاهرات الموجودة في الشوارع التونسية. شكرا لحضراتكم وانتظرونا وإلى اللقاء.